قلت لنا بلي يتمنع من عن كل هذا البلونجوار لانه يشكل خطا. ما بغيناش حتى توقع شي حادثه. نعم. عاد نوضوا نبقاو نهضروا، يمشي يطيح شي واحد، يمشي يتهرس شي واحد. تفاجأ بواحد السيده دخلت تما قالت لك انا راه 20 عام وانا هنايا. هشام بحكم انك مدير ديال المسبح البلدي غنقولها لك بصراحه، الا كان غادي يكون المسبح الحال ديالو كالحال كما كان اليوم غير يسدوه. اذا المتابعين الاعزاء، احنا مازال في المسبح البلدي المينيسيبال وبجانب السي هشام مدير المسبح. مره اخرى السي هشام مرحبا بك معنا. مرحبا بكم. نعم. شكرا. اذا السي هشام، كنا اثناء دردشه قبل الافتتاح قلت لنا بلي يتمنع من عن كل هذا البلونجوار لانه يشكل خطر، وحتى اللجنه المختلطه اللي تحت الرئاسه ديال عامل صاحب الجلاله منعات انه يكون لنا فيه خطوره. ولكن اليوم جينا درنا واحد المعاينه، اكيد بعد ما علمنا ان الفوضى تعم في هذا المسبح لقينا بانهم طالعين لهيه وتتلاحوا وكذا، ماذا يحصل هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. قلت لك بالنسبه لهذا المنصه ديال الغاز كما تنقولوا لها، نعم، ممنوعه من اللجنه المختلطه برئاسه صاحب عامل صاحب الجلاله. نعم. تمنعت هذه لحقاش، هذه نقطه سوداء في المسبح ديال البلدي. لحقاش ما بغيناش حتى توقع شي حادثه. نعم. عاد نوضوا نبقاو نهضروا، يمشي يطيح شي واحد، يمشي يتهرس شي واحد، يمشي يموت شي واحد، عاد نقولوا علاش ما درناش، علاش ما درناش في الاول؟ بما ان اللجنه المختلطه قالت لك ممنوع، يعني ممنوع، يعني خص حراسه، خص حراسه. واش حنا غادي نقدروا نحرسوا على هذا الشيء؟ راه صعيب. لا. يعني تنطلبهم السيد ولي الامن، سيد عامل صاحب الجلاله، يعاوننا بالامن وبالقوات المساعده، يعني جوج عناصر ولا هذا اللي يحميو من هذا. انا راه درت هذا السياج، هذا اللي عليا انا درته، يعني تنطلب حمايه من الوقايه، من الامن او القوات المساعده. وشكرا. وشكرا. اذا السي هشام، هذه وحده من بزاف كيف قلنا، هذه وحده من نعم بزاف. وحده كنا شفنا واحد الخاميه في ذاك الفيستير اللي هو تا هو كذلك كانت تمنع نقطة سوداء، لكن دارت فيستير ولا بطانيه بالنسبه للمستودع الملابس. نعم. اللجنه المختلطه برئاسه السيد الرئيس الجامعه ديال مكلاس منعنا بان بالمجان. نعم. وراك شفتوا اللافته اللي دايره برا. نعم. اذا بما اذا تنفتجع بواحد بواحد السيده دخلت تما قالت لك انا راه 20 عام وانا هنايا. يعني ما بغاش تحيد لي من تماك، وراك شتي دايره ديك الخاميه، واش المسبح واش انا واش نهار جيتو كانت ديك الخاميه؟ اذا تنطلب السلطات تدخل في هذه فورا، تمنع هذه السيده، بما ان فيستير او مستودع الملابس بن مجان خصو يبقى بن مجان، واللافتات راه كسبناهم، راك شتهم في الدخول ديال المسبح، في وسط المسبح، وتنتمناو السلطات تعاوننا في هذا الشيء. تعاوننا وتنشكروا جميع المسؤولين ديال مدينه مكناس، من الاجهزه الامنيه، من العامل صاحب الجلاله، ولي الامن، الوقايه المدنيه، موظفين، مسؤولين، عمال النظافه، عاونونا، الصحافه، كلشي تنحيوه، اي جهاز تنحيوه. وكذلك لاحظت ان حتى الامن صراحه الوجود ديالهم اكيد يطمن اي مواطن، اي مواطن، لكن صراحه في البوابه كانوا قلال، في الافتتاح كان الامن موجود. نعم. تطلبوا السيد ولي الامن يزودنا بالامن والوقايه المدنيه، هي تساعدنا، راه تنعيطوا لهم تتجي لومبيلون سور بلاس، ومن السلطات انها تعاوننا، تنطلب. نعم. السلطات. سي هشام، بحكم انك مدير ديال المسبح البلدي غنقولها لك بصراحه. الا كان غادي يكون المسبح الحال ديالو كالحال كما كان اليوم غير يسدوه، غير يتسد. انا. نعم. كمدير مسبح تنتحمل المسؤوليات، غير يتسد الا ما تعاونوش معايا وداروا مجهودات باش نتعاونوا كاملين على هذا المسير يسد. حسن ما تنوض شي كارثه اللي خايبه. انا تنقول واضح جدا. شكرا لك سي هشام. اذا المتابعين الاعزاء، كيف شفتوا سي هشام اعطانا تصريحات واضحه وصريحه جدا. اذا المسبح اليوم عاش واحد الفوضى، نتمنوا من الله عز وجل غدا يكون تنظيم افضل او يسدوه، وهذه هي الرساله ديال السيد المدير، وكذلك بدوري انا كصحفي واعلامي انا بدوري اناشد السلطات المختصه بهذا الشان. وكان معكم ربيضه.